طبعا برضو علشان السادة المستمعين يعرفوا، تقريبا تلت السياحة الوافدة إلى مصر كانت روسية. احنا السنة اللي فاتت استقبلنا 3,167,000 روسي. برغم الظروف اللي يعني نقدر نقول اللي بتحاول تشحها بعض الأطراف بعد الاستقرار الأمني في مصر. لا لا لا، ما الموضوع ده كان غير مطروح، يعني موضوع غير مطروح خالص. والجا 3,167,000 ده يضحك أي كلام من هذا القبيل يعني. فطبعا السياحة الروسية مهمة جدا بالنسبة لنا، بتمثل زي ما قلت لك تلت السياحة الوافدة إلى مصر. وفي هناك في اشتياق كبير قوي للسياحة المصرية، وده لأسباب موضوعية مش لأسباب أخرى. أولا حضرتك أقرب مكان، أقرب ديستنيشن موجود للسائح الروسي. في نفس الوقت أسعارنا معقولة جدا، وتكاد تصل إنها تبقى ممكن تبقى أرخص الأسعار المتاحة. نمرة 2، نمرة 3 الشمس. الشمس متوافرة في مصر، يعني ممكن نوصل ل 12 شهر في السنة فيها شمس. هم يعانوا من البرد القارس طبعا. لا طبعا، وحضرتك أيضا بتعاني. لا 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 لا، ما أحكيلكيش يعني. إحنا أنا في يوم قعدت، في مرة حسبت قعدنا 14 يوم من غير شمس، لغاية لما الواحد كان يعني يجي هنا بدرجة حرارة 45 كان يقول الشمس ويا حرارة. لا لا، يشوف هناك بقى اللي يتغيب عنه الشمس 14 يوم بيبقى فعلا محتاج يطلع ويروح يشوف. هم بينظروا إلى مصر على إنها دولة قوية، ودولة هي المركز والمحور للشرق الأوسط، وهي النظرة في تقديري سليمة جدا. ويعني لابد إن احنا نبقى فاهمين إن الروس ناس مذاكرين المنطقة كويس، وكان لهم سواء تجارب سابقة ولهم دور تاريخي قوي جدا في المنطقة، فهم عارفين مصر وفاهمين قيمتها. وأنا بنظر للموضوع ده برضو بنظرة كدولة، بننظر لها بنظرة المصلحة، فهي تبادل مصالح ما بين الدولتين. بيجمعنا مع روسيا رؤية مشتركة للتصدي إلى الإرهاب. ويمكن السيد الرئيس لما أعلن عن الرؤية المتكاملة للتصدي للإرهاب، من أول إصلاح الخطاب الديني إلى الأبعاد الثقافية إلى الأبعاد الاقتصادية إلى كده، يعني دي كانت دي أساس اللي بنسميه البيدروك أو الأساس الصلب اللي بننطلق منه. أما على المستوى الدولي، والروس طبعا بيشاركونا هذه الرؤية، أما على المستوى الدولي فإحنا دايما بنؤمن بأن الإرهاب هو الإرهاب. ما ينفعش يبقى فيه انتقائية، ما ينفعش يبقى فيه معايير مزدوجة، ما ينفعش يبقى فيه ان انا بحارب منظمة في حتة ولكن في دولة اخرى ما حاربهاش. ما ينفعش، ما انت لو هتحارب الارهاب لابد انك تكون في اطار حرب شاملة على الارهاب. ما ينفعش يبقى فيه انتقائية بقى نسيب الجزء ده ونسيب الجزء ده. لما حرب مع روسيا مرتين، او روسيا دخلت معنا حرب مرتين، المرة الأولى في معركة ناورين البحرية في 1827، وده كان تحالف دولي بتقوده بريطانيا ومعها روسيا ومعها النمسا. طبعا كانت بريطانيا هي الأساس، ولكن كان في جنرال روسي، أدميرال روسي كان نائب القائد العام البريطاني. ودي وانتهت بهزيمة مصر عسكريا في معركة ناورين البحرية 1827. المرة الثانية كانت في حرب القرم، ودي كانت في 1853 لحد 56، والجيش المصري كان ضمن الجيش العثماني في ذلك الوقت، لأن كان مصر كان جزء من الإمبراطورية العثمانية، جزء اسمي على الأقل. ولكن في ذلك الوقت أثرت مصر إنها تخش تبعت ألوية لواءات، دخلت حرب في معركة القرم. ولسه عندنا إلى يومنا هذا شهداء، مقابر الشهداء المصريين في القرم. اللي زود الفترة اللي فاتت قوتها التناغم والتوافق اللي ظهر بين السيد الرئيس والرئيس بوتين، ودي طبعا كان لها دور كبير قوي في وضع العلاقة في إطارها السليم والقوي، اللي احنا بنأمل ان هو يتطور بشكل قوي جدا. احنا نعتبر ان احنا العلاقة دلوقتي في شراكة استراتيجية مع روسيا.